في مساء جديد تفاصيله جميلة، هناك حقيقة أزلية ألا وهي الحنين الذي يوقظه فينا للماضي، سواء لأشخاص أو أحداث أو مواقف، يدخله إلى عقلنا الباطن ليسامره فيبكيه تارة ويضحكه تارة أخرى، وكأنه يقول لنا لا مفر من هدوئي، فأنا المتحكم الأول بمشاعركم وأحاسيسكم لينبش عما لا تجاهله عنوه. دائما ما يصحبنا المساء دون غيره للقاءات الجميلة يخبه معه ذكرياتنا، وكأنه الصديق الصدوق الذي يعرف عن تفاصيل حياتنا الكثير والكثير ما يجهله الآخرون، عن أفراحنا خيباتنا قوتنا ضعفنا وأحلامنا وتفاصيل مستقبلنا، يلازمنا بلا كلل أو ملل، ونحن أيضا بلا كلل أو ملل وبكل حب نلازمكم يوميا من خلال برنامج حديث المساء، ونقولكم أسعد الله أوقاتكم وأمسي طبعا بهذا المساء بكل تفاصيله الجميلة على زميلي يعقوب. مساك الله بالخير يعقوب، وأول لقاء لنا إن شاء الله يكون لقاء الخير والمحبة إن شاء الله. مساك الله بالنور والسعادة يا عمر، وأكيد أمسي بالخير على مشاهدينا مع بداية أسبوع حماسية وجديدة وموضوعات مختلفة من برنامجكم حديث المساء. صحيح، قل لي يعقوب قبل لا أروح للعناوين، كيف طاقتك في بداية الأسبوع؟ طبعا لابد أنك تبدأ الأسبوع بكل تفاؤل بكل عطاء بكل حماس، خصوصا أن أنت راجع من إجازة، فلابد أن تكون متفائل بشكل كبير، تكون شخص معطاء بشكل كبير. صدق المفروض يكون في موجود في قلوبنا وعقولنا يعقوب الله، بس والله كل شخص واللي يفكر فيه وظروفه ممكن. دائما ما نحن نقول بأن السعادة والإيجابية وحتى الطاقة اللي ممكن نبدأ فيها أي عمل هي لابد بأنها تبدأ بكلمات جميلة، حتى لو كانت غير موجودة بحقيقتها داخلنا، ولكن يجب أن تكون هناك بعض من الأمور اللي نخلق فيها هذه الطاقة وهذه السعادة. يعقوب ننتقل إلى عناوين الحلقة. نعم. وعنوان الأول الحصاد التطوعي منبر لتنمية مهارات الأطفال. طبعا هذه المبادرة التطوعية والبرنامج الصيفي الذي يقام بشكل سنوي وتنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في دورته العاشرة، يعتبر أنا أشوفه جميل أنك أنت تستغل وقت الأطفال أو الناشئة بشيء إيجابي، بشيء ممكن أنه يستفيد منه، خصوصاً طبعاً. أن العطاء يعني دائماً ما يتسم بالإنسانية والتفاعل، وممكن أنت من خلال روح التطوع أنك تتعلم الكثير طبعاً. من خلال المبادرات اللي تقدمها. ونحن دائماً يعقوب نشد على أيادي أولياء الأمور بأن يجعلون أطفالهم ينتسبون لمثل هذه المنابر التطوعية، هذا اللي راح يعود بالنفع والخير والفائدة على طفلك أو على ولدك، بأن اليوم يكتسب هذه المهارة. المهارة كيف ممكن نكتسبها نحن غير بأن نحن نحتك مع الناس، مع بعض لربما الأصدقاء اللي يعطونا شيء من تفاصيل هذه الحياة ويخلونا نستفيدها بشكل أو بآخر. والجميل عمرنا من خلال هذه المبادرة الصيفية ممكن أنت تغرس في الأطفال والنشأة أو حتى في المجتمع بشكل عام حب التطوع طبعا، خصوصا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفي عام التسامح نشوف المبادرات والفعاليات بشكل كبير عن هذا الجانب، جانب طبعًا التطوع طبعا. فأقول بأن دائما التطوع له الفائدة الكبرى للجميع، يعني صغار وكبار بلا تحديد فئة معينة. نعم. أما العنوان الثاني مشاهدينا الكرام، اختار ولك الخيار، مبادرة من بنت دبا الحصن. اختار ولك الخيار، طبعا هذه المبادرة الجميلة اللي جاءت من إحدى بنات المنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة، لتخفيف طبعا التكاليف على أولياء الأمور بما يخص الزي المدرسي للعام الجديد. طبعا هذا الأمر اللي راح يعود بالنفع على راحة أولياء الأمور، وراح يكون له أيضا الأثر الأكبر على أن يدار هذا الأمر بطريقة مرتبة وحتى من أيادي مواطنة. نعم، وليس بالغريب أن نشاهد مثل هذه الفعاليات أو حتى المبادرات في عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني الكثير من الفعاليات والمبادرات مثل ما ذكرت في هذا الجانب، خصوصا صحيح. ان ابناء المجتمع الاماراتي ككل سواء مواطنين حتى مقيمين نشوف لهم مبادرات كثيره تجسد انهم لحمه واحده في هذه طبعًا. الارض وفي هذا الوطن. صحيح، ولهذه المبادره طبعا مساحه ان شاء الله راح ناخذها معاكم في حديث المساء. انتقالا لعنواننا التالي والاخير، اللؤلؤيه دره خورفكان تتكئ على الجبل ويحتضنها البحر. نعم، يمكن شاطئ اللؤلؤية من أجمل الشواطئ في
دولة الإمارات والمنطقة الشرقية وتحديدا في مدينة خورفكان، ونشوف في إقبال كبير على هذا الشاطئ وهذه المنطقة بالتحديد في مدينة خورفكان طبعا في الشتاء وحتى في الصيف. في زرتها يعقوب؟ في الشتاء نعم. في الشتاء في الصيف؟ في الصيف للحين بعد ما في وقت. معنا طبعا المكان تم تعديله بالكامل، يعني في بعض المرافق اللي يحتاجها كل مرتادين هذه الشواطئ، وشاطئ اللؤلؤية أمانة هو شاطئ متميز يرتاد الجميع في جميع المناسبات. فنتمنى أيضا بالفترة القادمة يكون هناك تطوير أكثر لهذا المكان ويحطوا لك مكيف يعقوب في الصيف. ليش؟ بالعكس نبغى نستمتع بالاجواء. تقول ما رحت في الصيف عشان الحر. لا ما قلت عسب الحر، قلت بعد ما حصلت وقت اروح. في فرق زين. لا بالعكس لازم نستمتع بفصل الصيف، خصوصا ان في بعض ممكن رياضات تمارسها في فصل الصيف مثل لعب كرة القدم على الشاطئ والطائرة وغيره وغيره من الامور. طبعا فكل وقت لابد ان احنا نستمتع فيه باجواء بشكل عام. يوم بتصير خبرنا عشان نطرش وياك كاميرا ونشوف كيف تمارس نشاطك على شاطئ اللؤلؤية. خلاص تمام. تم قبل لا ينتهي الصيف في شهر 7. لا تم ان شاء الله. تم ان شاء الله باذن الله. ننتقل معاكم مشاهدينا الى موضوع الحلقة، موضوع الحلقة التشوهات الفكرية كأحد أسباب الاكتئاب. طبعا ممكن هذا موضوع جدا مهم للحديث عنه للتطرق له، خصوصا أنه في بعض الأحيان يعني أو حتى بعض الأشخاص خلاص بخلين حياتهم في إطار معين في جزء معين، يقول خلاص أنا مثلا على سبيل المثال إذا أنا ما كملت دراستي خلاص انتهى المستقبل بالنسبة لي. طبعاً. فأتوقع أن التعدد في الأمور في أمور الحياة مناسب جدا، خصوصا انه ممكن انت تفشل في امر ما في جانب ما، ودائما تتخذ هذا الفشل يكون مصدر نجاح لك. أمر طبعا شوف انا اقول دائما بان التشوهات الادراكيه او التشوهات العقليه او الفكريه ايا كانت بمسمياتها هي امور نخلقها نحن بانفسنا. دائما ما يسعى جانب الانسان نفسي يعني. طبعا نفسي وعقلي حتى وفي له جانب عاطفي يعني يختص في قلبك، بان اليوم بعض الامور اللي نحن نختلقها لانفسنا نحاول بان نحن يعني نفكر فيها بان راح تخلق لنا شيء افضل، ولكن هي العكس تماما. التشوهات الفكريه مع اختلاط وازدحام افكار كثيره جدا تتشكل عندنا مثل الدائره اللي من الخيط الصوف اللي تكون متشابكه مع بعضها، وهذا اللي يرجعنا الى يعني دوامه راح تنفي في هذه الدوامه الى ما بقيت هذه الحياة، إلى ما تصل له من حتى بعض الأمور اللي تعتقد بأنها هي أفكار مطلقة لنفسك وراح توصل فيها إلى نجاحات. ولكن من ساعد على أن يتطور هذا الفكر يعقوب هو ديفيد برونز. طبعا كان إحدى الشخصيات المشاركة في خلق وانتشار هذه المواضيع مثل التشوهات الإدراكية أو العقلية، وقال بأن دائما ما يحرص الإنسان بطريقته الخاصة بأن يشكل شيء أو مساحة يسميها مساحة الأمان لنفسه، واللي دائما ما يطمن هو لأن كل الأشياء الجديدة اللي راح يقبل عليها في حياته راح تكون فاشلة، فبالتالي يجب أن يتم في هذه المساحة وما يتخطى هذه الحدود. الخوف، شوف العمر أتوقع الجانب النفسي جدا مهم في حياتنا وله تأثير كبير في حياتنا، لكن في بعض الأحيان البيئة المحيطة لها دور أيضا في حياتنا. في التشوهات الفكرية على سبيل المثال الأشخاص المحيطين في مجتمعنا سواء في المنزل في الأصدقاء أو حتى في العمل ممكن يسبب لنا تشوهات فكرية. فأتوقع الجانب النفسي مهم، لكن في جوانب أخرى ممكن تدخل في هذا الإطار في التشوهات الفكرية. بشكل عام دوام الحال من المحال طبعًا. يوم حزين يوم فرح يوم نجاح يوم فشل، لازم أنت تأقلم نفسك مع الحياة بشكل عام، لازم يكون عندك في توازن في الأمور كلها بشكل عام، في المنزل في العمل مع الأصدقاء في يعني البزنس على سبيل المثال طبعًا. فلا بد أن يكون في توازن في نجاح وفي فشل، لا بد أنت تكون متوازن. وقت الفشل تتعلم من أخطائك، تتعلم من الصعوبات اللي واجهتها، وقت النجاح تفرح لنجاحك وتشوف ما بعد النجاح. صحيح. على فكرة في ناس كثيرة ما ياخذون مساحة بأنهم يتوقفون عند نجاحهم، يقول لك لا أنا راح أنتقل للنجاح اللي بعده على طول. ما بعد النجاح. أنا أعتقد أنه لازم نتوقف شوي، يعني هذه المساحة من الفرحة ما أعتقد راح نذوقها مرة ثانية بتحقيق لنفس الإنجاز. فخذ مساحتك، خذ راحتك بهذه الراحة النفسية اللي ممكن تشعر فيها من خلال تحقيقك لهذا الإنجاز أو وصولك لهذا الهدف. ولكن
يعقوب خبروني عنك صراحة، أنا ما أدري هالمعلومة صحيحة ولا خاطئة، خبروني هيشرب الماء يستعد. بنستقبل المعلومة أو الخبر اللي راح يقوله عمر الهيد. زين خبروني بأن أنت دائما تسعى لراحة بالك، دائما تحب أنك أنت تكون مرتاح في أي مكان تنوجد فيه. بشكل كبير نعم. كيف؟ صحيح. يعني على سبيل المثال بسألك، إذا أنت اليوم مش مرتاح راح تقدم بشكل مناسب، بشكل يرتقي بمستوى عمر اللي نعرفه إذا أنت ما كنت مرتاح نفسيا؟ أنا أعطيك من وجهة نظري، في بعض الأحيان إذا كنت أنت تحرص على راحتك راح يكون على حساب راحة غيرك. في بعض الأحيان صحيح، لكن لا أتكلم بشكل عام. أنت قلت الأريحية أو لابد أني أكون مرتاح البال بدرجة كبيرة طبعا. هذا صحيح. لكن أنا سألتك سؤال عمر، هل إذا أنت كنت مش مرتاح وهي تتقدم راح تقدم بشكل سليم؟ ليش؟ ليش؟ قل لي ليش؟ ليش صدق والله؟ شوف في بعض الأحيان نحن ناخذ في بعض المواقف من حياتنا بأنها هي ضرورة، ضرورة حياتية. اليوم العمل من إحدى الضروريات الحياتية، فلا بد بأنك أنت تبتعد عن عواطفك، عن مشكلاتك النفسية، عن حتى عدم راحتك في حياتك الخاصة، وتبعدها تماماً عن حياتك في العمل. صحيح، هذه بوجهة نظر. لكن برد أسألك إذا أنت مش مرتاح. طبعاً ما راح أقدم نفس الطريقة اللي أنا مرتاح فيها. نقطة. ولكن يعني الراحة والراحة النفسية والذهنية لها دور كبير في النجاح في العمل. طبعاً. فعسبتي أنا أكون حريص جداً أني مرتاح في عملي، في حتى مع أسرتي، عسب أني أكون شخص معطاء إيجابي، أبث الأمل في طبعاً. من حولي. الارتياح جدا مهم، مثل لكن مثل ما ذكرت عمار صحيح، ممكن في بعض الاحيان انت تصير لك مشاكل ما تقدر يعني انت طبعا خلاص تخلي هذه المشكله عقبه بالنسبه طبعًا. لك لابد انك تتخطاها، وتأثر عليك حتى في شغلك يعني. هذا امر هذا جانب، لكن الارتياح اتوقع انه مهم جدا وهو الطريق للنجاح طبعا. فاعتقد اليوم تجارب كثيره يمكن نمر فيها ومحطات كثر، ولكن يجب أن ننتقي ما نراه نحن مناسباً لأنفسنا، لعواطفنا، ولكل شيء لربما نبتدي فيه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة. نعم. ننتقل الآن يعقوب مع مشاهدينا إلى أخبارنا واللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً. وخبرنا الأول، بلدية الشارقة تدشن منضدة لإنجاز معاملات كبار السن وذوي الإعاقة. في تفاصيل هذا العنوان بناء على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بالاهتمام بجميع فئات المجتمع وتوفير احتياجاتهم، وتماشيا مع رؤى الإمارة كمدينة صديقة لكبار السن وذوي الإعاقة، دشن سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة في مبنى بلدية طبعا أو البلدية الرئيسي بحضور عدد من الموظفين وطبعا من منصة منضدة وفارق طيب والخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة، لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالبلدية لهاتين الفئتين في مكان واحد، بما يعكس حرص البلدية على تقديم هذه الخدمات طبعا ذات الجودة العالية والتسهيل والتيسير على المتعاملين. نعم، ليس بالغريب على حكومة الشارقة وصاحب السمو حاكم الشارقة الاهتمام بجميع فئات المجتمع وتحديدا هذه الفئة كبار السن وذوي الإعاقة. أتوقع أنها فئة مهمة جدا تمكن في المجتمع في مجالات مختلفة، فليس بغريب على بلدية إمارة الشارقة أن تكون في منصة خاصة لهم عمر طبعا من أجل تسهيل يعني الخدمات طبعا عمر. وهذا أمر على فكرة يعني أعتقد شيء من الضروري بأن يتواجد في مثل هذه المؤسسات اللي دائما يرتاد منها ويستفيد منها هذه الفئات، كونها شريك أساسي في خلق هذه التنمية على الدوام. نعم. أما بالنسبة للخبر الثاني، مشاهدينا موارد الشارقة تبدأ برنامجها الصيفي لتدريب الطلبة في الجهات الحكومية. بدأت دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة اليوم برنامجها التدريبي الصيفي لعام 2019 لطلبة المدارس والجامعات، الذي يقام بالشراكة مع جهات ودوائر وهيئات حكومة إمارة الشارقة، ويتمثل بإتاحة فرص تدريبية للطلبة في كافة القطاعات الوظيفية بالجهات الحكومية. وقامت الدوائر بالتنسيق مع الشركاء في البرنامج من الجهات والمؤسسات ودوائر حكومية في إمارة الشارقة التي استقبلت الطلبة المتدربين في مقرها، حيث تم توزيعهم على الجهات بمراعاة عدة معايير أهمها متطلبات تخصصاتهم الدراسية واحتياج الجهة الطارحة لفرصة التدريب
وتناسب الفرصة مع رغبات الطلاب ومقر سكنهم، حيث يتم تدريب كل طالب في مقر الجهة الأقرب إلى منطقة سكنه. أتوقع دائرة الموارد البشرية هذه المؤسسة الكاملة بجميع موظفيها وكل منتسبيها دائما ما يسعون في خلق هذه المبادرات اللي تسعى أيضا من خلالها بتوفير هذا الوعي لكل منتسبيها. طبعا تدريبهم في مثل هذه الجهات الحكومية راح تختصر على البعض موضوع الخبرة يا عقوب. اليوم كثير من الجهات إن كانت حكومية أو خاصة تتطلب من أي شخص راح ينتسب إليها أو يتوجه إلى سوق العمل الخبرة، حتى لو كانت الشهادة موجودة يقول لك نحن نحتاج الخبرة. فبالتالي يتوقع من هذه المبادرة راح يتوفر الخبرة عند الكثير من يستفيد من هذه البرامج الصيفية واللي تسعى دائرة الموارد البشرية من خلق هذه الكفاءة طبعا المواطنة في هذا المجال وفي جميع الجهات الحكومية. والتجربة أيضا عمر خصوصا الأطفال راح يخوضون تجارب على مستويات ومجالات مختلفة طبعاً. في الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، فهذا يعزز من قدراتهم أكثر، يتم اكتشاف مهاراتهم في مجالات معينة من ثم يتم صقلها في هذه طبعاً. المجالات طبعاً. وتمكينها. وأنا دائما أقول بأن طفل هذا الجيل هو محظوظ جدا. طيب ننتقل إلى خبرنا التالي. الشارقة للفنون تفتتح معرض التوتر السطحي. طبعا افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برامجها لفصل الصيف معرض التوتر السطحي، والذي يقام في الفترة ما بين 6 يوليو وحتى 7 سبتمبر في الرواقين 4 و6 في ساحة المريجة، ويشارك فيه الفنانون راندا معروفي المغرب ومحمد الفرج من السعودية وأيضا مينام أبانغ من الهند وأيضا دايل هاردينغ من أستراليا وميرلي من كوريا الجنوبية ودالا ناصر من لبنان. وأيضا تتنوع هذه الأعمال في المعرض لتشمل مجموعة واسعة من المسارات الفنية في محاولة لطبعا سبر واستكشاف أيضا مفهوم السطح الذي ارتبط على الدوام بالأفكار غير المهمة أو حتى اليومية أو السريعة، حيث تنخرط هذه الأعمال بعمق مع المحيط الاجتماعي للفنانين وأيضا لشكل مظهرة للتعقيد الاجتماعي الكامن وراء هذا السطح. نعم طبعا تزدهر إمارة الشارقة بالكثير من المبادرات والفعاليات التي تختص بجانب الثقافة، يعني ليس بغريب على إمارة الشارقة أن نشوف مثل هذه المعارض مثل هذه الفعاليات التي تختص بالتراث مثل ما قلت عمر. فجميل أن نشوف أيضا حتى فنانين على مستوى العالم طبعاً. أو مستوى العرب نشاهدهم في إمارة الشارقة في هذه المعارض المهمة جدا، خصوصا أن مثل ما ذكرت إمارة الشارقة تهتم كثيرا بجانب الثقافة. وأتوقع يعني أن اليوم الخبرات اللي توصلنا في هذه المساحة وفي هذه المجالات ما أعتقد بأن كل من يريد أن ينمي مهاراته في هذا الجانب وهذا المجال له عذر. اليوم نحن نستطيع أن نخلق كل هذه الأمور في مكاننا وفي بيئتنا. نعم. انتقالا أيضا إلى خبرنا التالي، سلامة الطفل ترفع وعي سفراء الأمن الإلكتروني. في طبعا هذا الموضوع وأيضا حول موضوع التنمر، نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة في مقر المجلس جلسة حوارية لسفرائها من الأطفال واليافعين المشاركين في مبادرة سفراء الأمن الإلكتروني، وذلك بهدف رفع وعي السفراء بالتنمر الإلكتروني وتمكينهم أيضا من توعية أقرانهم وزملائهم بمبادئ الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت من خلالها هنادي صالح اليافعي مديرة إدارة سلامة الطفل بأن تنظيم مثل هذه الجلسات التدريبية يثري معارف وتجارب سفراء الأمن الإلكتروني، حيث يلقى على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه أقرانهم ومجتمعهم لنقل رسالة توعوية مؤثرة. نعم، برامج التواصل الاجتماعي بشكل كبير يعني تأخذ حيز كبير في حياتنا سواء نحن ككبار أو حتى أطفال أو حتى شباب طبعاً. فمثل هذه المبادرات يعني خصوصا لدى الطفل وسلامة الطفل، بما أن الطفل فئة مهمة في المجتمع تحظى باهتمام كبير، لابد أن يتم أخذ أيديهم للطريق الصحيح في طبعاً. كل المجالات. فبرامج التواصل الاجتماعي لها سلبيات وإيجابيات، من خلال هذه المبادرة سيتم يعني مناقشة أمور كثيرة تتعلق بالتنمر في برامج التواصل الاجتماعي، وراح تكون هناك مخرجات جدا إيجابية لفئة الأطفال بشكل عام. فهذه أحد المبادرات مهمة جدا،
خصوصا أن الشارقة مهتمة بالأطفال واليافعين بشكل كبير، وهناك الكثير من المبادرات التي تخصهم. مثل ما ذكرت أن برامج التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام يأخذ حيز كبير من حياتنا، وتحديدا حياة الأطفال خصوصا في الدراسة أو حتى على المستوى الترفيهي، فلا بد أن يتم توجيههم إلى الطريق الصحيح للاستخدام الأمثل لهذه البرامج. والله أوافقك الرأي جملة وتفصيلا يا عقوب، ودائما أقول بأن التوجه للأطفال هو أهم بكثير من التوجه إلى الشباب. الشباب يمكن نشأوا وتربوا على شيء معين ومن الصعب تغييره، ولكن الآن الأطفال هم يعني عقول نظيفة تستطيع أن تعبئ فيها ما تريد لشيء يخدم مجتمعهم، يخدم أسرهم، يخدمهم بحد ذاتهم في أن تكون لهم شخصية وأيضا سلوك لربما يتحدون في الأمور الصعبة في حياتهم القادمة. فبالتالي يعطيهم العافية على مثل هذه البرامج اللي تنوجد لأجل الطفل والمجتمع. نعم مشاهدينا، فاصل وراجعين لكم، ابقوا معنا. يا مرحبا بكم مشاهدينا، وعودة لكم من بعد هذا الفاصل لاستكمال باقي فقراتنا لحديث المساء. مشاهدينا الكرام، تعمل إمارة الشارقة والمدن التابعة لها بأن يستثمر أطفال الإمارة أوقات إنجازاتهم وإجازتهم الصيفية بما يفيدهم وينمي مهاراتهم، حيث ينظم مركز التطوعي بدائرة الخدمات الاجتماعية لإمارة الشارقة برنامجا صيفيا وهو سنوي، واللي بنعرفه وياكم من خلال هذا التقرير. خلونا نتابعه وعقب لنا عودة. نظم مركز التطوع التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية فرع كلباء معسكر الحصاد التطوعي العاشر، استهدف مجموعة من الأطفال المنتسبين له في المنطقة الشرقية، ويستمر المعسكر حتى 18 من شهر يوليو. تضمن المعسكر عدة برامج وورش تطويرية للمنتسبين لصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم والمساهمة في إعطائهم فرصة لخوض مختلف التجارب التي تتناسب مع فئاتهم العمرية، بالإضافة إلى غرس القيم النبيلة كالتطوع والتسامح والتعاون فيما بينهم. ونحن مستانسين على الفعاليات والرحلات اللي سويناها، مثلا ان نحن رحنا على البحر ووزعنا على العمال طعام وشراب، وبعد رحنا المستشفى نوزع الهدايا على المرضى. يشارك المنتسبين في البرامج الاجتماعية للدائرة كزيارة المرضى وتقديم الوجبات الصحية للعاملين، فيساهم هذا الأمر في تطوير قدراتهم من الناحية المجتمعية التي تسهم في تعزيز الدمج المجتمعي والقيم الأخلاقية التي قرست في أبناء زايد. احنا صرنا أماكن جديدة، صرنا البحر ووزعنا وجبات على العامل العمال، وصرنا المستشفى وزرنا المرضى ووزعنا هدايا على الأطفال، وصرنا بعد مركز الحفية وتعرفنا على الحيوانات. تتنوع البرامج في معسكر الحصاد العاشر بين التثقيفية والمجتمعية والتأهيلية، وذلك لغرس قيم التطوع لدى فئة الأطفال. معسكر الحصاد التطوعي بدورته العاشرة هي إحدى البرامج التي تعمل على غرس القيم التي تحمل عنوان قيمة التطوع من خلال طرح المهارات القيمة، حيث يتم تدريب الأطفال المنتسبين إلى المعسكر إلى اجتيازها. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ عبد الرحمن الدرمكي مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة كلباء، تعرف أكثر عن هذا البرنامج. مساك الله بالخير بداية، ونرحب فيك في برنامج حديث المساء. مساء النور، وأنا سعيد صراحة بالتواجد أخوي عمر وأخوي يعقوب.
يا مرحبا بك سعد عبد الرحمن. دائما ما نقول بأن يا بخت الأطفال في هذه البرامج الصيفية. فبداية نتكلم عن هذا المعسكر الصيفي، خبرنا عن أكثر، شو هو مضمونه، شو ممكن يستفيدون من الأطفال أيضا من خلال انتسابهم لمثل هذا المعسكر؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا محظوظين بوجودنا في إمارة الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الإمارة الله يحفظه، اللي يعني وضع لبنة التطوع في الإمارة من خلال جائزة الشارقة للعمل التطوعي، والجائزة هذه قائمة ويمكن على رأس سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية اللي أولت للتطوع أهمية، وبذلك افتتح مركز للتطوع في دائرة الخدمات الاجتماعية كأول مركز في دائرة حكومية. لذلك العمل التطوعي عندنا يعني ملتزم بنظام وأسس ومعايير، هناك برامج تستهدف يعني فئات عمرية ومنها فئة الأطفال. معسكر حصاد تطوعي هو معسكر يستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة خلال فترة الإجازات، وهذا المعسكر يعني متواصل منذ فترة، والحمد لله أنه يستغل في وقت يعني الأطفال محتاجين لعمل منظم ويعود لهم بالفائدة طبعاً من خلال هذا المعسكر. طبعا هذا المعسكر في دورته العاشرة، ما الجديد سيكون في هذا المعسكر وفي هذه الدورة تحديدا سيد عبد الرحمن؟ احنا طبعا كل معسكر تطرح عدد من الفرص التطوعية، ويمكن خلال المعسكر العاشر هذا ربطنا القيمة التطوعية أو القيمة اللي مفروض يستغلها الفرد أو الطفل في هذا المعسكر بعمل تطوعي. لذلك هو يعني الجديد أن البرامج اللي بتقدم من خلال المعسكر بتكون عبارة عن ألعاب، منها يعني تسلية للطفل أنه يتعلم قيمة من القيم الأساسية والإيجابية من خلال لعبة، ثم يترجم التعلم هذا بعمل تطوعي. ممتاز. طيب أكيد هناك أعداد تطمحون للوصول لها في هذا المعسكر الصيفي أستاذ عبد الرحمن، خبرنا عن الأعداد اللي تتوافد عليكم لتسجيلهم في هذا المعسكر أو في هذا النشاط الصيفي. طبعا العدد اللي وصلنا له اليوم احنا 25 طفل في فرع كلبة، غير الأفرع الثانية. المعسكر هذا طبعا يشمل 8 أفرع من أفرع دائرة الخدمات الاجتماعية، منها خورفكان ودبل حصن، مليحة، المدام، البطايح، الذيد والحمرية، بالإضافة إلى المقر الرئيسي في الدائرة، يعني 9 أفرع تستوعب في كلبة، واصلين العدد 25. يمكن هذه الأعداد مشابهة لها في الأفرع الثانية. جميل. طبعا يعني احنا حددنا العدد، كان بإمكاننا ناخذ نستوعب أكثر، بس كل ما يعني ركزنا على فئة معينة كل ما وصلت المعلومة وكل ما وصل الهدف الأساسي بشكل مضمون. أكيد. وكم مدة المعسكر راح يكون تقريبا؟ المعسكر بدأ من الأسبوع الماضي تاريخ 7/7 ولغاية 18/7 إن شاء الله لمدة أسبوعين. جميل. طيب أعطيتنا عنوان سيد عبد الرحمن بأن المعسكر يركز بشكل أساسي على يعني مفاهيم التطوع، كيف ممكن أن تخدم الطفل أو تخدم المجتمع بشكل أو بآخر، ولكن لو أتكلم بشكل مفصل أكثر، يعني 25 طفل موزعين على كل هذه الأفرع، هناك ترتيب بالتأكيد لهذا المعسكر بأن لكل يوم يكون في برنامج معين يأخذون الأطفال ليستوعبوا هذه المفاهيم بطريقة جيدة، خبرنا عن هذا التقسيم وهذا المضمون بشكل مفصل. طبعا من خلال المعسكر بتكون هناك يعني عدد من القيم اللي مفروض يتعلمونها الطفل، يتعلمها الطفل خلال المعسكر، منها النظام، الالتزام، والعمل الجماعي، والمبادرة، وروح الفريق الواحد. هذه المفاهيم أو القيم اللي مفروض يأخذها الطفل خلال فترة الأسبوعين. طبعا هذه. من كل يعني قيمة تستغل فرصة تطوعية. جميل. منها فرصة عيادة اللي هي زيارة المرضى في المستشفى، يعني في زيارات ميدانية حتى في زيارات للمرضى في المستشفى، وكان هذا الأسبوع هذا مرة على المستشفى. ممتاز. أيادي كادحة، تقديم وجبات للعمال خلال فترة الظهيرة، أروي عطشك بعد تقديم وجبات أو مياه
للعمال في خلال فترة الظهيرة في مقر عملهم، مساندة اللي هي العمل ومساعدة الموظفين ومعرفة كيفية أداء الموظفين لأعمالهم، بالإضافة إلى يعني كم من فرصة بعد بتكون خلال الفترة هذه يعني. وكل فرصة بتكون تقريبا ساعتين تطوعيتين يعني. جميل. الطفل يتخرج أو يطلع من المعسكر يكون حاصل على 20 ساعة تطوعية ما شاء الله. أستاذ عبد الرحمن، طيب نتكلم عن الهدف الرئيسي من هذا المعسكر، خصوصا أنه وصلت لدورته العاشرة، شو الهدف الرئيسي من هذا المعسكر؟ شو الرسالة اللي حابين توجهونها للمشاركين في هذا المعسكر أو حتى المجتمع ككل من خلال هذا المعسكر؟ المعسكر طبعا يحمل شعار نتطوع لأجل الشارقة، نغرس فيهم قيمة التطوع وأهميتها واستغلال الفرصة أو الفترة الصيفية هذه بما يعود على الأطفال بالخير ويعود عليهم بالنفع والاستفادة. نبين لهم أهمية يعني العمل التطوعي للفرد وللمجتمع، وهذا المفهوم السائد بين الأطفال اليوم. يوم نسألهم يعني شو اللي خلاكم تيون المعسكر؟ قالوا احنا حابين نخدم المجتمع. يا سلام. وهذا الأساس اللي من غير يعني من غير مكافأة ولا أي عائد مالي ولا مقابل. ممتاز. طيب في سطور رسالتك الأخيرة اللي راح تقدمها للمشاهدين أستاذ عبد الرحمن، مدى تقييمكم لاستفادة الأطفال واختباركم لهم من ما استفادوه من خلال هذا المعسكر؟ هل هناك تقييم يجرى في نهاية المعسكر وفي نهاية كل يوم ممكن تعرفون فيه أن الطفل فعلا استفاد من هذه البرامج أو هذه الأنشطة؟ أكيد بيكون في تقييم. إحنا اليوم مجرد استمرار المعسكر للعامل أو للفترة العاشرة هذه والمعسكر العاشر هذا دليل نجاح طبعا. الإقبال كبير على بين الأطفال للمعسكر، وإلى أن نصل إذا أن نسكر باب التسجيل، وهذا بحد ذاته يعني مؤشر نجاح طبعا. الفرحة ومدى يعني سعادة الأطفال وحابين أن الفترة تمتد، وكذلك ردة فعل أولياء الأمور اللي حابين أن الفترة تكون ممتدة، بس إحنا في النهاية مقيدين بعمل طبعا. مقيدين بأمور ثانية مرتبطين، لذلك الأطفال بيكون لهم تقييم إن شاء الله في نهاية المعسكر، ونشوف رجع الصدى وشو الأشياء اللي ممكن يعني نطورها خلال المعسكرات القادمة إن شاء الله. طبعا الأستاذ عبد الرحمن الدرمكي مدير دائرة الخدمات الاجتماعية في مدينة كلبة، شكرا على حضورك معنا واتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا المعسكر. شكرا لك. مشكورين، جزاكم الله خير، وشكرا للجميع. ما قصرت، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. يعطيك العافية. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، في ظل اطلاق حكومتنا الرشيده لمسمى عام 2019 عاما للتسامح، هلع الكثير من شباب دوله الامارات العربيه المتحده لاقامه المبادرات التي تدعم فكر وتوجه الحكومه الرشيده. فقامت احدى سيدات اعمال مدينه دبا الحصن من عمل مبادره تحت شعار اختار ولك الخيار، والتي تهدف إلى المساعدات بتقديم الزي المدرسي للطلبة. وعدسة قناة الشرقية صادت هذه المبادرة ومتعرف عليها من خلال سياق هذا التقرير، فلنتابع. حياكم الله مشاهدينا، متواجدين اليوم في مدينة دبا الحصن لنتعرف على كيفية إعادة تدوير الملابس للمصممة موزة غانم من سكان مدينة دبا الحصن. أبدعت في إعادة تدوير الملابس بأشكال وتصاميم مختلفة، خلكم ويانا. من هنا يسعدني أن أرحب بالمصممة موزة غانم. موزة غانم حياة الله ويعطيك العافية. الله يعافيك. على هذه المبادرة اللي هي إعادة تدوير الملابس القديمة، متى بديتي في هذا المجال؟
بدينا في المجال تقريبا 4 سنوات، بديت يعني في اشياء بسيطه في البدايه، قمت اسوي الاكسسوارات وشغلات تراثيه ومنها للفساتين، وعقب تخصصت في الزي المدرسي واعاده تدوير في شغلات الاطفال يستفيدون منها. استاذ موزه، ممكن نتعلم شيء من اللي تسوينه؟ شيء بسيط ان شاء الله. راح نعلمك اساسيات اعاده تدوير، في كذا اساسيات حسب انك تستفيد من اعاده التدوير. فنحن خصصنا الورشه، شو هدفنا؟ ان نطلع استغلال الطاقات الابداعيه عند الاطفال بحيث يستغلون الزي المدرسي القديم باشياء مفيده. فبعلمك بعض الاشياء الاساسيات في كل شيء، بس المغاز نعلمك الاساسيات، شغلات بسيطه. لازم تقيس المسافه اللي انت تبغى تشتغل عليه، مثلا بتمسك هاي هني، انت مثلا مخصص انك بتسوي مثلا بوكس، بتسوي اهداء، بتسوي اعاده تدوير حق اقلام وشغلات. اساسيات لازم يكون عندك شريط ومارك، انك انت تمشي على المارك نفسه، تحدد وتكمل، تحدد عليه. ايوه، بدات اي قص، ممتاز. عقب نحن نعلم الياهل الاساسيات بحيث انه خلاص مش لازم نحدد، اهم شيء نبى نعرف المساس الاساسي. ايوه، عقب لازم نحن اليهال طبعا ما يعرفون اساسيات، نحن عقب نسويها لمسات اضافات من عندنا بحيث انه تطلع الشيء طريقه حلوه وانيقه. الياهل ما يعرف الفينشينج المركب، نحن عقب يعني نحن نعلم الاساسيات. انزين، راح بنوقف عندك عند اخر نقطه، بس مو من قصه كله. تمسكها تحط شيء مره ومره شيء، كمل نشوفك. الحين الخطوه انه لازم تثبت النقطه وتبطل اللي تحت، بيكون بهالطريقه تمسك النقطه وتسحب هالنقطه، وعقب على طول انك تسحب الشغله بتطلع اشكال روز عشوائي على حسب انت وتسحب، تطلع لك اشكال. انزين، عقب نحن نثبت بهالشغلات بحيث انه تستغل ولية الامر من الخامه نفسها في شغلات روز، عندك اي شيء. استاذه موزه يعطيك العافيه، بصراحه استفدت من هذا الشيء البسيط. الله يعافيك، بالعكس يشرفنا حضورك في الورشه، واتمنى حضورك عسى تشوف الاشياء شغلات جديده ان شاء الله نبدا. اكيد ان شاء الله بشارك في هذه الورشه ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا، يجب استغلال هذه الملابس المتراكمه في الخزائن بلا فائده الى اعاده تدويرها بشيء جديد. طبعا من بعد هذا التقرير مشاهدينا الكرام، ليس بغريب على بنات دولة الإمارات بتقديم يد العون لكل محتاج، فهذا ما ربانا عليه والدنا القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وها نحن اليوم نعمل على نشر هذه الثقافة للجميع. والآن يسعدنا بأن نرحب بصاحبة المبادرة سيدة الأعمال والمصممة موزة غانم الطويل، حياك الله ويا مرحبا بك ونمسيك بالخير. يا مرحبا بك. يا مسيك بداية بالخير. طبعا في البداية حدثين عن اختار لك الخيار، السر من وراء هذه المبادرة، وكلمنا بشكل بسيط عن هذه المبادرة. السنة اللي طافت نحن سوينا تجربة، سوينا تست في بعض المناطق الجبلية وحسينا إقبال كبير جدا على الزي المدرسة، ففكرت فليش ما أسوي هالمشروع وأطبقه في هالسنة، وبالله الحمد حصلنا إقبال كبير جدا في مختلف المناطق. جميل، يعني انت ركزتوا في البدايه على المناطق الجبليه. هي وكذا وكان في اقبال كبير بان في صعوبه بان اولياء الامور يوصلون، يعقوب تطافك الموضوع اللي كان اخذنا لك زي ولا خلاص مدرسه انت؟ خلصت مدرسه وجامعه والحين ان شاء الله بكمل ماستر. ما شاء الله، ما تبالك زي ناخذ لك؟ ايش تعبالك كم عمري انا مثلا يعني؟ كم؟ مواليد 2002 انت شراتي ولا؟ نكمل الحوار؟ كمل الحوار. طيب، التركيز كان على المناطق الجبليه، وهذا الامر اللي جاء مثل ما ذكرت يا لي دافع اني قلت ليش ما اطور هالمرحله اكبر، اللي اسوي المشروع على مستوى الدوله، ليش بس احتصر على المناطق الجبليه فقط؟
ولله الحمد يعني حصلنا اقبال كبير جدا للزي المدرسي. ممتاز. طيب ليش رحتي واتجهتي الى الزي المدرسي بشكل خاص؟ يعني امانه عام التسامح فيه كثير من المجالات. امانه شفنا في بعض المحلات استوى استغلال بسبب تغيير الزي المدرسي، فبعض المحلات قاموا يرفعون الاسعار بشكل مبالغ. طبعا. فانا صراحه امانه اشوف شيء هذا غلط حاصل، فقلت لازم اسوي شيء اثبت وجودي في هالمشروع اللي طاف، راح من خلال اطلق مشروع اختار ولك الخيار. جميل. ولله الحمد يعني حصلنا تعاون جدا، اشكر جمعيه دبل الحصن للتراث والمسرح دعمنا، كان بالعكس تقدرون تسوون اي شيء تبون، تعتبرون هالمكان مكانكم. يعني اعطوكم مقر حتى لتوزيع الزي. بالفعل نحن من الاسبوع اللي طاف بدينا نحن نستقبل الطلبات لله الحمد، ما توقعنا هالاعداد وصلنا لله الحمد. والله ممتاز. انا ارى انه يعني الموضوع يحتاج الى هذا التعاون. بقول لكم شيء بعد على فكره، المناطق الثانيه وصل عندنا العدد 350 الف عندنا اداره تسويق ماسكين، وفي احتمال تزايد بسبه الاسعار. اسعار لله الحمد يعني معقوله، ونضمن لكم الجوده، والحلو اللي فيها ان تتصل توصل لك الزي المدرسي لباب بيتك. يا سلام. مع المقاسات، مع المقاسات اللي تباه، وتحت اداره اماراتيه. يا سلام. جميل. يعني العدد كبير، هل الخدمات اللي تقدمونها والزي المدرسي اللي تقدمونه، هل الملابس كافيه لهذا العدد؟ اكيد نحن حطينا اكثر ليمتد كبل، قلنا سوينا تعاون مع كذا شركات، والله الحمد راح نوفر لهم ان شاء الله باقرب فرصه. جميل. حتى طريقه التقديم بيكون مختلفه جدا. في طريقه التقديم بيكون بوكسات خاصه للاولاد وبنات، ومسوين عليهم طريقه مريونة وصل. كشعار مريونة وصل، بحيث انه في حافز الطفل بدايه السنه الدراسيه يستانس من يشوف شيء وصل له. في اكسسوارات البنات بيكونوا في البوكس يعني، وطريقه التقديم بيكون بروفيشنال شويه يعني. جميل. غير حلو. والله انا اشوف يعني ما شاء الله يعني شيء رائع جدا، حتى يعني ابتعادا عن استغلال بعض المحال يعني مثل ما امانه صدق يعني، بس لله الحمد هذا اللي استانست منه، انه ما توقعنا اقبال ل 350 الف قطعه، وفي احتمال تزايد عندنا بنات جروبات تمسك الطلبات اول باول لله الحمد. ممتاز. طيب انت قلتي بان ما شاء الله عدد كبير، وهذا اللي جاء انتشارا وتوسع لهذه المبادره. انتم بديتوا في المنطقه الشرقيه تحديدا. صح. من مدينه دبل الحصن، وعقبها انتشرتوا الى جميع المناطق الشرقيه والامارات حتى. اكيد. فخبرينا يعني عن هذا التوسع. هذا التوسع استوى ما توقعنا الاقبال، حطينا بعض الارقام للتواصل. فالجروبات ياسر يلعبون، وصل من مناطق رويس. توقعنا يعني في اقبال رويس، شفنا مناطق الشارجه، دبي، ابو ظبي، عندك مراس الخيمه، فقلنا لازم نوسع ونحط تسويق، اداره تسويق صحيحه تحت اداره اماراتيه. بالفعل لله الحمد وصلنا يعني مرحلة أكبر من شيء يعني ما توقعنا. والله ممتاز. فبدينا في 200 قطعة بالأساس، سوينا التست، لله الحمد ما توقعنا وصلنا لهالمرحلة لله الحمد. يعني الدراسة اللي نحن درسناه كان صح السنة اللي طافت. جميل. المنطقة الجبلية. طيب كانت 200 بس قطعة. لو نسوي مقارنة بس ما بين الأسعار في المحلات التجارية اللي تعودوا الأهالي بينهم يروحون يختارون منها أو يشترون منها، والأسعار عندكم في المبادرة الحين، هالسنة الوزارة التربية والتعليم حاطين لك الروضة ب 195 درهم، مش الوزارة، المحلات ضاربين سعر ب 195. ليش؟ هاي من المحلات نفسها. محلات هي. نحن الروضة ثلاث قطع التفصيل مع خامته ب 130 درهم. جميل. جميل. يعني ممكن يكون سعر رمزي. رمزي. نضمن لكم الجودة، أنا يوم أي أقول لهم أضمن لكم الجودة، حتى أقول لهم وقت التست اختبارات في بنات يطلعون ميداني يروهم الخامات نفسها، هو نفس الخام اللي راح تاخذونه، بالعكس يستغربون. قال هوايد ممتاز، لأن بكوني أنا إماراتي عارفة طريقة جونة شو يكون حار، فالأطفال يبون قطع يكون باردة عليهم، ما يحطون قطع هالثقيلة حسها ما ينفع. طبعا. نعم. زين، لو تحدثنا عن مثلا إذا أنا حاب مثلا أشارك معاكم في هذه المبادرة، كيف سبيل للتواصل معكم؟ في رقم، في برامج، او على سبيل المثال في حساب خاص، في برامج التواصل الاجتماعي، في برنامج راح تنزل ان شاء الله قريب على الاب، بيكون تابع لمحلنا. اي طلب تقدرون تتواصلون دايركت عندهم، راح يلبون الطلب اول باول، من تخلص عندك الطلب راح يطرشون لك مسج ان طلبيتك توصل في هاليوم. هاي يوم بيتم تفعيل البرنامج، والان في عندنا ارقام ناس، في اقبال، في عندنا جروبات، في رقم خاص يعني على سبيل المثال، في ارقام، في تواصل ما شاء الله، ارقام ما توقعنا من وين بنتصلين فيني يبون الزي المدرسي. طيب لو نعلن احد الارقام اللي طبعا يستفيد المشاهدين اللي حابين ياخذون من مبادرتكم من هذا الزي المدرسي، شو الرقم اللي يتواصلون فيه معك؟ 056 1444 933 056
عشان احفظها انا وياكم 056 1 1 3 4 3 4 9 3 3 1 3 4 9 3 3 يا سلام والله اني انا ذاكرتي لك عليك ولكن اليوم حفظت ما شاء الله يعطيكم العافيه صراحه الله يعافيك بالعكس احنا فكرنا يعني دوم افكر دوم للتميز من التميز ما احب اوقف لشيء معين هاي طموحاتي اطمح لاكبر من شيء يعني طبعا نعم طبعا اخيرا شو الرساله اللي حابه تقدمينها من خلال هذه المبادره اشكر من كل شخص ساعد في نجاح هالمشروع جمعية الحصن للثقافة والمسرح والفنون وطبعا شكر خاص لسفراء الخير التطوعي للتنظيم والتنسيق وكل من ساهم في نجاح المشروع ما قصرت جزاك الله خير ونتمنى لك التوفيق أنت رائدة أعمال متميزة ومشاريعك هي دائما ما تأتي في خدمة المجتمع لمن يريد أن يخفف على نفسه هذا العبء لبعض التكاليف اللي ممكن يستغلونها بعض المحال التجارية فبالتالي هذه الأيادي الإماراتية هذه الأيادي المواطنة هي دائما ما تسعى للتكاتف في كل الأمور حتى تصل إلى أبسطها فلذلك نشكرك وما قصرتي على الحضور ونشكر قبولك هذه الدعوة شكرا يعطيك العافية والله يوفقكم إن شاء الله آمين إن شاء الله طيب الآن ننتقل معاكم مشاهدينا إلى اللؤلؤية طبعا هذه الدرة في خرفكان تتميز بشاطئ هادي محمي من مخاطر الأمواج ما يدفع الناس من كل حدب وصوب إلى زيارته ورغم بساطته الشديدة فإن الناس يدبؤون ودائما ما يتجهون برسم ملامح هذا الشاطئ واللي تتزين بألوان من الخيم والألعاب التي لا تفرق بين الصغير والكبير ونتعرف أكثر على هذا الشاطئ من خلال هذا التقرير إذا شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير عن بحر اللؤلؤية أنا قلت راح أزوره أنت راح تزوره عمر والله إن شاء الله وقت اللي بتروح أنت أنا بروح فيه وياك لا خبرنا لا. ليش يعني ما تبي تشلني وياك يعني لا ليش بس شوف دائما يقول لك لما تبي تشوف أعدائك تبي تشوف اللي يحقدون عليك حرية شخصية مش يعني أعداء. دائما تشوفهم في مثل هذه المواقف يعني حتى خارج العمل خارج نطاق الروتين اليومي راح تشوف هذا مو غصب يعني في النهايه مش غصب لا غصب يمكن انا بروح مع العائله مثلا على سبيل المثال لا مع العائله اوكي مع الاصدقاء المقربين لي على سبيل المثال على الاصدقاء المقربين هاي ترى يعني شيء ثاني بعد بس اذا انت تبي تروح بروحك لا البلوشي راح يروح معي طبعا
البلوشي ما له مفر، نوجه له تحيه طبعا في هذا المساء. محمد البلوشي طبعا من الشواطئ الجميله في المنطقه الشرقيه، وننصح المشاهدين بزياره هذا الشاطئ، خصوصا ان في خدمات جميله تقدم طبعاً على هذا الشاطئ. طبعا اقول دائما بان مثل هذه الاماكن السياحيه في اماره الشارقه والمناطق التابعه لها في المنطقه الشرقيه دائما لها الروح الاكبر بان نحن نبتعد عن ضغوطات الحياه ونمارس طبيعتنا بالهدوء وبالجمال الطبيعي في مثل هذه الاماكن. الى هنا نصل معكم الى الختام مشاهدينا الكرام، وفي الختام تقبلوا لنا هذا السلام مني ومن جميع طاقم العمل، وفي الختام دائما ما نقول الوداع صعب يا يعقوب، لكن لابد منه. والله لابد منه فعلا. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من حديث المساء، باكر مع السلامه. حياكم الله.